إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، طابت أمسيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. ترأست الجزائر أشغال الدورة العادية 58 لمجلس الوزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، ممثلة في السيد وزير الصحة البروفيسور عبد الحق سيحي، يومي 13 و14 مارس 2023 بفندق الأوراسي. انعقدت هذه الدورة تحت عنوان تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة، وتكتسي أهمية بالغة نظرا للقضايا المحورية التي تناولتها من أجل مواكبة التغيرات المتسارعة والرهانات الجديدة وتعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ أواصره في المجال الصحي. اندرج ضمن جدول أعمال هذه الدورة مسائل استراتيجية ذات طابع مستقبلي تهم كل العالم العربي، تتعلق أساسا بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، مناقشة إنشاء هيئات صحية من شأنها إعادة بعث التعاون العربي، وكذا مسائل متعلقة بتكثيف الجهود في كافة ميادين الصحة لا سيما مكافحة الأمراض، الصحة والبيئة، السياحة العلاجية، وكذا تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء. لمناقشة هذا الموضوع الجد مهم أسعد باستضافة البروفيسور إلياس رحال، المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة. أهلا بك بروفيسور. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أسعد باستضافة أيضا البروفيسور الحاج محمد، مستشار وزير الصحة ومنسق في هذه الدورة. أهلا بك بروفيسور. أهلا، شكرا، مساء الخير. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود إلى الأستوديو. مجلس وزراء الصحة العرب يصادق على مقترحات الجزائر المتعلقة بإنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة. الاجتماع وصل إلى النهاية وقد اعتمدت كل المقترحات الجزائرية، ثم الاجتماع كان فرصة أننا نوحد الصف العربي لمواجهة مختلف الجوانح ومختلف الأمراض التي تطرأ، ثم المقترح الأساسي الذي تقدمت به الجزائر وتم المصادقة عليه والتوافق عليه. ميكانيزمات جديدة تبنتها الدورة 58 لمجلس وزراء الصحة العربي تهدف بالأساس إلى تحسين صحة مواطني الدول العربية. التقيت بمعالي الوزير في بداية حضوري للجزائر، وكان معالي الوزير ووفد المرافق متجاوبا لجميع البنود التي بحثت على جدول الأعمال، وكانت بنود هامة جدا. وأنا بعتقد هذه الدورة كانت من الدورات المتميزة والناجحة جدا، سواء كانت باجتماع المكتب التنفيذي أمس واليوم باجتماع المجلس. دورة تناولت مسائل استراتيجية ذات طابع مستقبلي تهم العالم العربي وتتعلق أساسا بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة إنشاء هيئات صحية من شأنها بعث التعاون العربي. بروفيسور الحاج محمد، أنت كنت حاضر يومي 13 و14 مارس في فندق الأوراسي وشاركت في تحضير هذه الدورة الجد مهمة. أنا شخصيا كنت حاضر هذ اليومين، بدون مجاملة التنظيم كان في المستوى بكل المقاييس، لم أشاهد ولا حرج ولا نقص، سواء في استقبال السفراء، استقبال وزراء الصحة، استقبال الضيوف، استقبال ممثلي وسائل الإعلام. كيف تقيمون هذه الدورة؟ شكرا. هو عمل منذ عدة شهور باش نظمنا هذه الدورة، وتكاتفت جهود كل مديريات وزارة الصحة باش ننجحوا هذا الاجتماع، لأن الاجتماع بهذا المستوى غير سهل، وخصوصا مع الدول الشقيقة والدول العربية لازم نكونوا نشوفوا أي شيء ما يلزمش نقصروا فيه باش نأدوا إلى نجاح هذه الدورة. بالنسبة
الأشياء المهمة اللي عملنا عليها هي أول شيء كان التوافق بين الدول العربية، وهذا ماشي شيء سهل، وكان تحضير أيضا وتنظيم القمة العربية في الجزائر له دور كبير بالنسبة لهذا. العدد الوفود العربية كان عدد كبير. شحال كان عدد الوفود؟ كانوا 19 وفد حاضر في هذه الدورة، يعني تقريبا كل كل دول العربية كانت حاضرة. أنا على حسب وشفت لما جيت يوم الاثنين كان اجتماع المكتب التنفيذي، كان الاجتماع يوم الاثنين مساء لما افتتح وزير الصحة هذه الدورة. في اليوم الموالي يوم الثلاثاء كان اجتماع كل وفود. نعم، وكان 11 وزير صحة موجود معنا، فهذا تاني رقم لا بأس به ونعتز به ونفتخر تاني بالعمل اللي قدمته الجزائر، لأن كل الوفود مع اليوم مع التوديع انتع الوفود والوزراء كانوا يشكروا في العمل والتنظيم لهذه الدورة. ممتاز. بروفيسور الياس رحال، أنت أيضا كنت شاركت في هذه الدورة، تنظيم جد محكم. كنت ذهبت منذ تقريبا سنة إلى مصر، كان تحضير، كان الجزائر كان تحضر لأن تتسلم هذه الرئاسة. كيف كانت التحضيرات قبل المؤتمر؟ والله حقيقة في وزارة الصحة وهذا منذ عدة شهور كان تحضير لهذا المجلس وزراء الصحة العرب، كانت فيه عدة لقاءات تضم المديريات مع الديوان بحضور السيد وزير الصحة للتحضير كل النقاط، يعني نقطة بنقطة كان تحضير دقيق من المطار إلى الفندق، التحضير المكتب التنفيذي، تحضير لقاء المجلس الصحة وزراء العرب، وتوديع في المطار. يعني كل حاجة كانت في يعني كانت محل دراسة دقيقة حتى بعد ونوجه التحية من هذا المنبر البروفيسور ياس رحال إلى رئيس ديوان وزير الصحة السيد إسماعيل بهلول اللي كان شرف شخصيا يعني على هذا التحضير وقام بعمل جبار. حتى تاني كنشكروا القطاعات الأخرى اللي ساهمت معنا في إنجاح هذه الدورة، وكانت بدون مجاملة كانت يعني في القمة، وهذا بشهادة كل الوفود اللي كانت في الجزائر بدون استثناء. كل وفود هنت الدولة الجزائرية وهنت السيد وزير الصحة على يعني من ناحية التنظيم. من ناحية راح نتكلموا من ناحية البنود المقترحة، والشيء المهم أنه الجزائر استطاعت أن تحط يعني في الاستراتيجية تاعها الوكالة العربية للتنمية الصحية، وهذا شيء مهم إن شاء الله يكون مقر تاعها في الجزائر. هذا يعني من مكاسب الكبيرة للجزائر. هذه لم تكن من قبل بروفيسور؟ لم تكن من قبل، هذه فكرة تاع الدولة الجزائرية، شيء مهم، سيد وزير الصحة، اقتراح تاع سيد وزير الصحة، ومشات في الاجتماع، وهذا مكسب مهم للجزائر واللي تفتخر به الجزائر، أنه الجزائر راح تكون إن شاء الله المقر تاعها باش تكون رائدة من ناحية التنمية الصحية بمشاركة كل الدول العربية الشقيقة. البروفيسور محمد الحاج والبروفيسور الياس رحال تكلم على هذه المبادرة من وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي للوكالة العربية للتنمية الصحية، وهذا شيء جد مهم حيث لم نكن نكسب مثل هذه الوكالة من قبل. فيه مخرجات أخرى في هذا المؤتمر، ما هي؟ نرجع للنقطة الأولى نتاع وكالة الصحة، وكالة العربية لتنمية الصحة، شيء مهم واللي أبرز هذا الشيء وهذا العمل هو وباء الكوفيد، وين ورى التكتلات والتنسيق بين الدول هو السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الأوبئة عندما تصيب العالم. فالوكالة لها دور مهم جدا،
لكن كان في بعض الأحيان يقول لك كان منظمة العالمية للصحة، فعلا كان منظمة العالمية للصحة لكن تضم 190 دولة، وهذا شيء كان اختلافات في اللغة في العادات في كل في الممارسات في الأكل في كل هذه الأشياء تضع اختلافات حتى في القرارات اللي تأخذها المنظمة العربية المنظمة العالمية للصحة. لكن بالنسبة للوكالة العربية للتنمية الصحية هي على الدول عندها نفس العادات نفس الوضعية الوبائية نفس الأمراض، وبالتالي سيكون من السهل اتخاذ قرارات توافقية مع كل دول فعلا، هذا عكس قرارات منظمة الصحة العالمية التي في أغلب الأحيان تتواكب مع البلدان الغربية البلدان الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية خاصة البلدان الجد متقدمة، هذه ستوافق خاصة دول العربية، هذا هو هذه الفكرة. نعم، وبالنسبة للبنود الأخرى كان البند الثاني مثلا كان جائزة الطبيب العربي، هذه الجائزة وين الأستاذ رحال عضو في هذه اللجنة لاختيار أحسن طبيب كل سنة كان وفازوا أطباء جزائريين في السابق، وهذا تشجيع سي موتيفاسيون تشجيع الاطباء باش يعملوا اكثر باش يبان. ذكروا ان الطبيبه زميت فاطمه الزهراء وهي طبيبه مختصه في الامراض المعديه بمستشفى القطار كانت فازت السنه الماضيه بهذه الجائزه، وقبلها بروفيسور عبد النبي ثاني نتاع جراحه الاعصاب فاز بالجائزه هذه، وحتى في هذه المره كان ما فزناش فيها لكن كان طبيب بالحاج رشيد جاء في المرتبة الرابعة بالنسبة للجائزة هذه السنة 2023، فهذا تحفيز بالنسبة للأطباء ونكملوا في هذا المسار، والجميع الدول العربية أنشأت هذه الجائزة وهي فعلا فكرة رائعة. كان اليوم العربي للصحة كاليوم العالمي لكن تضم موضوعات سبيسيفيك خاصية للدول العربية، كان يوم الشهيد الطبيب الشهيد تاني بالنسبة الاسم بالضبط هو شهيد الصحة شهيد الصحة نعم، هو هذه تاني لأول مرة وكان مطلب من وزارة الصحة السعودية باش ندخلوا هذا وكل الدول العربية يعني بروفيسور محمد الحاج هذه الندوة جاءت في سياق اجتماع الجامعة العربية التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في روح في نفس روح توحيد الدول العربية في كل المجالات، احنا تطرقنا الى مجال الصحة هذا هو المبدأ، وهذه النتيجة العدد الكبير نتاع الوفود والوزراء اللي جاوا لهذه النتيجة للقمة اللي احتضنتها الجزائر في نوفمبر 2022. بروفيسور الياس رحال انت عضو في هذه جائزة احسن طبيب عربي في اللجنة، من فاز بهذه الجائزة؟ والله لهذه السنة بعد من قبل السنة هذه كان أستاذنا اللي نحييه عبد النبي كما قال سي الحاج كان في المرتبة الثانية وهذا شرف لنا. السنة هذه كان فيه طبيب من تونس طبيب من لبنان وطبيب من مصر، كل سنة يعني تكون جائزة، وهذا الروح يعني التوافقية يعني كاين يعني مداولة وتكون يعني تحط هكذا في الدول العربية. والشيء المهم والله ليست الجائزة، أنه نطلع على تجارب أطباء آخرين في الدول العربية كما قال سي الحاج اللي عندنا معاهم في هذا التكتل يعني في هذا التجمع يعني تاع الجامعة العربية اللي عندنا عندنا توحيد معاهم في عدة أشياء العرقية الدينية العادات وحدة ترابية
مع عدة دول، أنت تشوف الجزائر، ليبيا، تونس، مصر، دول عربية ودول إفريقية وعندنا تراب واحد. أنت كيما تكلم سي الحاج تكلم على الكوفيد 19، ما تكونش حدود، يعني الأمراض ما عندهاش حدود. وحتى من الناحية الجينية، من الناحية الجينية عندنا نفس، يعني في الدول هاد، الدول الخمسة هادو نتكلم على ليبيا وتونس والجزائر ومصر، عندنا حتى من الناحية الجينية كان عدة تقاربات للأمراض. نتكلم على الأمراض المزمنة غير المتنقلة، نتكلم عن الضغط الدموي، الأمراض القلب، أمراض السكري، فيه تجارب. الآن العالم يتجه إلى تكتلات، واجب علينا احنا بوجود يعني هذه الأشياء اللي توحدنا أكثر من اللي تفرقنا أنه نتكتل. وكما قلت من قبل هي حقيقة نتيجة إلى قمة الدول العربية تاع نوفمبر 2022 اللي راح تكون إن شاء الله في عدة قطاعات. احنا المهم لهذه السنة أنه إعادة الجزائر في محيطها الإفريقي ومحيطها العربي، وتكون عندنا كلمة يعني نستفيد من تجارب الآخرين لدول اللي تشبهنا في عدة مجالات. وكاين تجارب يعني جيدة، يعني الآن كي تشوف في دول مثل دول الخليج اللي عندهم فكر، يعني فكر من ناحية المدرسة الأنجلو ساكسونية، يعني تجربة لتساعد الجزائر. يعني هما يعني واقعيين هذه الأشياء هذه. يعني البروفيسور اليسر حالي يقول أنه يمكن الاستفادة من التجارب والخبرة في البلدان العربية الأخرى، خاصة البلدان اللي عندهم نظام أنجلو ساكسوني مثل المملكة العربية السعودية، من قطر، دولة الإمارات، قطر، الكويت، ويمكن لنا تبادل هذه الخبرات. يعني كان أشياء اللي احنا رانا متفوقين فيهم. احنا تكلمنا مع الوفود وهذه مدة عدة مرات نتكلموا مع الوفود. الجزائر عندها، يعني احنا الجزائر بدون مجاملة، الجزائر احنا في رأينا ومؤشرات صحية، نتكلم من الناحية الصحية، مؤشرات اللي تجعلها قوة في إقليمها. احنا عندنا خير دليل انه الاطباء الجزائريين والممرضين الجزائريين مطلوبين في اوروبا. العنصر البشري من ناحيه منظومتها الصحيه حقيقه راهي في تطور. عندنا شيء اشياء اللي نقدروا نعطيوها لدول اخرين ونستفيدوا من تجارب. الاستفاده من التجارب راح يختصر لك الوقت ويختصر لك المال. الوقت أنه تأخذ تجارب من دول يعني مدارس أنجلو ساكسونية شيء مهم. شفنا قفزة بروفيسور يسرح، أنت زرت الكثير من دول العربية وزرت حتى مصر منذ سنة، شفنا قفزة نوعية للمملكة العربية السعودية لمصر في الجانب الطبي، كيف كان لهم ذلك؟ نظن أن إصلاح المنظومة الصحية السعودية نظن أرانا في نفس الوتيرة. في نفس الوتيرة هما فتحوا عدة مشاريع، المملكة العربية السعودية فتحت عدة مشاريع من الرقمنة، قضية الرقمنة. وإحنا شعارنا الآن، وسيد وزير الصحة يتكلم عليها كل يوم حتى في الاجتماعات، حتى يعني وانت راك تشوفها الآن حقيقة حتى في ولاية الجنوب. الرقمنة مشروع مهم في المملكة العربية السعودية، مثل مشروع مهم في الجزائر في المنظومة الصحية والإعلام، الإعلام المعلومة الصحية. نظن القطاع الخاص، يعني الانفستيسمون تاع القطاع الخاص في الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وحتى الاستثمار احنا الآن يعني فتنا أكثر من 220 عيادة خاصة، أي مستشفى خاص، ليس عيادة خاصة، مستشفى خاص حتى في الجنوب. سي دي زيتابليسمون اوسبيتاليي بريفي. الناس بالك ماش بالك ما لحقناش باش من ناحيه الاتصال، بالك رانا شويه ان شاء الله نزيدو نطورو. احنا عندنا مستشفى خاص من اكبر المعايير في ولايه بشار، في ولايه الخروب، في ولايه الخروب
ست قاعات، نتكلم على المستشفيات الخاصة. يعني حتى في القطاع الخاص الجزائر عملت قفزة نوعية. عملت قفزة وكان استثمار كبير، وكان يعني هاد السنوات الأخيرة في القطاع الخاص الجزائر عملت قفزة نوعية. الآن في القطاع الخاص بروفيسور رحي ربما نخرج لك شوية من الموضوع، هل يمكن توسيع هذا الاستثمار في القطاع الخاص وهذا هذه القفزة النوعية إلى أمراض سرطان في القطاع الخاص؟ من ناحية الجراحة كي تقول لي الأمراض سرطان، أمراض سرطان من ناحية الراديوثيرابي، من ناحية راح نعطيك مثال. في ولاية العاصمة لدينا مركز خاص، لمركزين خاصين لمعالجة السرطان بثلث الأنواع المعالجة، يعني بالكيميائي الجراحة والإشعاع لتخفيف الضغط على المستشفى. لا هذه كاينين في هادو في الجزائر العاصمة فقط، هكذا مثال موجودين حاليا. موجودين حاليا واحد في زيرالدا، واحد في دار إبراهيم، واحد في معلمة، واحد في دار إبراهيم، مستشفيان خاصان لمرضى حتى السرطان. نخفف الضغط الكبير على المستشفيات الجزائر. هذه في وزارة الصحة، احنا على يقين أن المنظومة الصحية تمشي بالقطاعين. احنا عمرنا ما فرقنا بين الآن ما نفرقه لا بين قطاع خاص وبقطاع عام. احنا القطاع الخاص مهم، استثمار في قطاع الخاص للصحة مهم للمنظومة الصحية. كل دول العالم اللي تقدمت تتقدم بالقطاعين بالقطاع. وانت مديت مثال تاع المملكة العربية السعودية، حتى الأردن، حتى مصر، وين القطاع الخاص هو الآن يفوق القطاع العمومي. لا القطاع حتى في لقاء السيد وزير الصحة مع السيد وزير الصحة للمملكة العربية السعودية تكلموا إن شاء الله يتوافقوا باش يديروا مشروع لمذكرة تفاهم لتبادل التجارب بين المملكة العربية السعودية والجزائر. هذا مهم سيد وزير الصحة، حتى أنه يكون إن شاء الله يكون بعد لقاءات إن شاء الله المرات القادمة بالك إن شاء الله بعد رمضان تكون مع المملكة العربية السعودية، وكما كان مع دولة قطر، وربما إن شاء الله مشروع لماذا لا مشروع مستشفى جزائري سعودي. نتكلموا لماذا لا باش ما نختصروش الحصة في المملكة العربية السعودية، نتكلموا على المشروع إن شاء الله اللي راح إن شاء الله مشروع الجزائري القطري الألماني، هذا تانيك مشروع مهم اللي نقدروا إن شاء الله راح يكون مثال لشراكات أخرى إن شاء الله. نقدر نضيف بالنسبة للقطاع الخاص، لأن في معظم الأحيان الناس ما يتوفقوش، يقولك أحب يروحوا للميديسين بريفي لا رانا في صدد التنظيم مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي على باش يكون حتى كي يروح الضمان القطاع الخاص يكون تكفل به عن طريق الضمان الاجتماعي. يعني ماشي باش المريض يدفع حق العلاج نتاعو، باش يكون عند تغطية من ضمان اجتماعي بالنسبة ومن ضمنها أمراض السرطان، التكفل بالعلاج الإشعاعي بالنسبة للجراحة أو العلاج الكيميائي. هذه خطوة قادمة إن شاء الله رانا نعمله مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي. احنا كما باش منقطعش زميلي وأخي الحاج، القطاع الخاص مثال الأهم. احنا ما راناش نشوفه في الجزائر مشاكل في أمراض التوليد، صحيح، وهذا بالتعاقد مع القطاع الخاص. هو علاش مهم القطاع الخاص في أمراض الكلى، تصفية الدم، لا تصفية الدم، في أمراض جراحة القلب والأولية، لأنه الضمان الاجتماعي لعب دور تاعه، ومدى بينا نفس الشيء في أمراض إن شاء الله بالتدريج. هذا كل شيء إن شاء الله هم مشاريع مفتوحين من ناحية التأمين، وسيد وزير الصحة وزارة الصحة إن شاء الله مع وزارة العمل يجوا أشياء بالتدريج، وهذا ما نتمناه. القطاع الخاص مهم لتطوير منظومة صحية في العالم. ممتاز، وصلنا لنهاية الشطر الأول من الحصة، فاصل قصير ونعود. أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في الشطر الثاني من برنامج أديان، دائما رفقة البروفيسور إلياس رحال المدير العام للخدمات الصحية في وزارة الصحة، وكذا البروفيسور محمد الحاج مستشار وزير الصحة. نشاهد هذا التصريح
لوزير الصحة خلال افتتاحه والكلمة افتتاحه دورة 58 لمجلس وزراء العرب والكلمة التي ألقاها في هذه المناسبة. إن اجتماعنا هذا لدليل قاطع على وجود إرادة سياسية صادقة للتكفل بالقضايا العربية وبالمشاكل التي تعترض سبل العمل العربي المشترك لا سيما في المجال الصحي، كما يعكس قناعتنا بضرورة رص صفوفنا وضم جهودنا في عالم هو عالم التجمعات لا طائل فيه للعمل الانفرادي، وإلى جانب جهودات دولنا المنفردة للقيام بإصلاحات المنظمات الصحية لا مندوحة لنا عن القيام بإصلاح شؤوننا الصحية كاملة كأمة كاملة لم تتحقق لها القوة مع أنها تملك كل مقومات لذلك. البروفيسور الحاج محمد، وزير الصحة كان يقول لا يمكن أن نذهب إلى هذه الإصلاحات بشكل منفرد، يجب إصلاح كل منظوماتنا الصحية في نظرة شاملة، ما رأيكم؟ باش يكون تجانس بين المنظومات الصحية، وهذا شيء مهم باش التبادل نتاع الخبرات والتكوين ويكون متجانس، لازم نكون الدول تعمل مع بعضها والنظم اللي نوضعها تكون. وفي هذا المجال راه كاين لجنة تعمل في جميع الدول العربية على إنتاج القوانين باش تكون متماثلة بين الدول، فتعمل مشاريع نتاع قوانين وتعطيها للدول باش يتبنوها فياخذوا الأحسن من هذه القوانين ويعملوا بها. فهذه القوانين الاسترشادية لأنها قوانين باش كيما لي ريكومونداسيون توصيات باش الدول تعمل عليها باش يكون تجانس في العمل بين عدة دول من الدول العربية. بروفيسور لي صرحل، كنت تريد تعقب على تصريح وزير الصحة؟ نأكد واش قال سيد الحاج، ما التعقيب لا، سيد وزير الصحة في الخطاب تاعو الافتتاحي للدورة تكلم على التكتل التجمع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، العمل الانفرادي حقيقة ما عندوش في وقتنا هذا ما عنده حتى يعني حتى جدوى. العمل في تصحيح وإصلاح المنظومات الصحية منها الدول العربية كيكون في تكتلات والاستفادة من تجارب الآخرين، الآن على الدول العربية في إطار الجامعة العربية الشغل الموحد العمل الموحد لتحقيق أهداف شعوبنا العربية. تكلم أيضا وزير الصحة في الكلمة تاعو قال لك ستكون لنا فرصة عظيمة لتحسين الخدمات الصحية لشعوبنا، كيف لنا ذلك؟ لا هذه في الآن في إصلاح المنظومات الصحية، إصلاح المنظومات الصحية احنا في المخطط الجزائري المخطط الوطني للتكفل بالمرضى والتكفل بالمريض لو بام لو بلان داكسيون بور لو مالاد، فيه أعمدة فيه محاور، عملنا محاور، هذه المحاور في الحقيقة محاور في كل جانب من ناحية الحوكمة من ناحية التكوين من ناحية العنصر البشري من ناحية التمويل من ناحية الرقمنة، هذه في الحقيقة هي أعمدة لكل إصلاح لمنظومة صحية. ونظن أن الجزائر لها تجربة في عدة محاور، لها تجربة يعني من ناحية التكوين، تشوف الآن الجامعات الجزائرية من في تكوين التدرج الأول للأطباء العامين والتدرج الثاني للأطباء الأخصائيين، أرقام يعني هائلة، يعني الأطباء الأخصائيين أكثر من 3000 طبيب أخصائي في السنة لدولة فيها تقريبا 45 مليون نسمة، يعني تكوين هائل، يعني يمكن لدول الاستفادة في بعض التجارب من ناحية التكوين، هذا شيء مهم. الشيء الثاني نتكلم على التكوين عنصر بشري آخر، احنا عندنا المدرسة الوطنية للمانجمنت، مدرسة الوطنية للمانجمنت اللي تقدر تأخذ بعين كمثال في دول عربية لتكوين المسيرين
في قطاع الصحة. الآن احنا عندنا نحييهم هذه الدفعات اللي راهي تخرج يعني لتسيير لتسيير يعني المؤسسات الصحية في الجزائر. هذه المدرسة هذه يمكن أن تؤخذ بعين اعتبار كمثال في دول أخرى. نتكلم على التكوين، أنت تتكلم على لينماس. لينماس نعم، لينماس ليكول ناسيونال دو ماناجمنت، المدرسة الوطنية للمانجمنت. هذه المدرسة مرجعية يمكن أن تؤخذ يعني كمثال في دول عربية أخرى. حتى يعني هل يمكن لنا بروفيسور ياسر حال مثال، هل يمكن لنا أن نكون أطباء عرب في إطار هذه؟ كل شيء ممكن إذا 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 يعني تفهموا السادة الوزراء لتحقيق هذا. نظن أنه الأبواب تاع الجزائر مفتوحة ما في حتى إشكال، والجزائر معروفة بتكوين الإخوان الأفارقة ولا الإخوان العرب، ما في حتى إشكال. حتى في المسيرين، لأنه اللي نمص حنا نذكر لأنه تكون المسيرين وليس الأطباء، يعني كما يمكن لنا أن نكون أطباء في كلية الطب، يمكن لنا أن نكون مسيرين في لينماس. والله إذا أنا رأيي الخاص يعني المتواضع، رأيي الخاص المدرسة الوطنية للمانجمنت من أشياء يعني الجيدة اللي تعملت في الجزائر، أنه يعني رؤية المؤسسة الصحية بكامل جوانبها. من المكاسب الكبرى للمنظومة الصحية الجزائرية هي هذه المدرسة. المدرسة الوطنية مكسب كبير، مكسب المدرسة الوطنية للمانجمنت. المدارس العمومية والخاصة للشبه الطبيين اللي يعني راهم حتى على وحتى رامي كاين اللي رامي تفتحوا، وكليات الطب في عدة ولايات، من بينها الولايات الجنوب، ولاية بشار، ولاية ورقلة، ولاية الأغواط، على غير ولايات الشمال، يعني 17 كلية طب في الجزائر، شيء مهم. دونك هذه المكاسب هذه كاملة نظن أنه بعض الدول العربية تقدر تستفيد من الخبرة الجزائرية، وهذا منذ عدة عقود من ناحية طبية أطباء ولا شبه الطبيين، ومدة أكثر من 10 سنوات، أكثر من عشر سنوات المدرسة الوطنية للمانجمنت. يعني في مجال الصحة التجربة الجزائرية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار، كما إحنا نقدر نستفيد من تجارب لدول أخرى عربية اللي عندها يعني أشياء جميلة. ممتاز. بروفيسور محمد الحاج، من بين البنود، من بين مخرجات هذا الملتقى الكبير، فيه كما تكلمتنا تاع الوكالة الوطنية للتنمية الصحية والأمن الصحي، كان الوكالة العربية للدواء. الوكالة فكرت المركز العربي للتجارب والأبحاث في مجال الفيروس السيدا، هذا ثاني مكسب للدول. قبل ما نطرقوا تاع السيدا، كاين تاع الدواء، نتاع الدواء طلب إنشاؤه في هذا في المجلس نتاعنا إن شاء الله. من طلب إنشاؤه من طرف دولة مصر، من طرف دولة مصر، وكان موافقة مبدئية على هذا المطلب. شيء جميل جدا. أكيد، ولكن دولة تشري 10 ملايين نتاع أدوية ل 10 ملايين نتاع شخص، ماشي كما التجمع نتاع 200 مليون شخص. هذا ثاني شيء مهم، ونشوفه في أوروبا مثلا، كان لي زاجا جروبي ولا احنا رانا تقريبا 300 مليون نسمة في هذه الدول. المرضى ماشي كلهم مرضى. يعني المبدأ هو لما تكون تكتل كما قال البروفيسور ياسر حال، حتى في اتفاقيات مفاوضات شراء دواء من المخابر الدولية الكبرى، ستكون بسعر أحسن وبوفرة أحسن، وفرة ووزن أكبر، كيكون مثل التطعيمات الكورونا. اللقاحات كان مشكل باش نشروا اللقاحات، لكن كيكون عندنا وزن تاع 300 مليون ماشي كما وزن تاع 20 ولا 30 ولا 40. حقيقة هذا كان مقترح مصري. من بين المقترحات الجزائرية اللي تقدم بها وزير الصحة الأستاذ عبد الحق ساحي وتم الموافقة عليها، هي البحث في الفيروس الأيدز.
أو نقص المناعة لو في اتش. الوزير عبد الحق صيحي أكد بالعمل نتاع الجزائر لهذا المركز. المركز تمت الموافقة على إنجازه في السابق لكن ما تقدمتش، وسيد الوزير طلب باش وأكد بالنسبة للدول العربية بالجزائر مستمرة لاحتضان هذا المركز اللي راح يكون إن شاء الله مركزه في سيدي فرج في معهد باستور، اللي عنده خبرة كبيرة في الجزائر وكخبرة مرجعية وفي العالم أيضا. فهذا المركز يعمل مع مراكز كبرى في العالم، فإن شاء الله راح يكون مركز مرجعي ليس فقط للجزائر لكن الدول العربية جميعا للحد من انتشار هذا الفيروس، لأنه موجود وكان أكثر من 180 ألف حالة من سيدة في الوطن العربي. وخاصة احنا عندنا بلدان، عندنا حدود جنوبية مع بلدان إفريقية، احنا هنا معرضين للخطر أكثر من بلدان ربما أخرى، لأننا نعرفوا أنه أكبر قارة منتشر في هذا الفيروس هو القارة الإفريقية، خاصة إفريقيا الوسطى وإفريقيا الجنوبية. والجزائر من دول القليلة في العالم اللي بي ديفلوبي اللي تعطي المرضى نتاعها كلهم الدواء نتاع مكافحة السيدة، وتعطي ليس فقط المرضى الجزائريين حتى الأجانب والأفارقة واللي في مجانا لكل هذول المرضى حتى الآن. وهذا ما يدل على الامتداد والعمق الإفريقي للجزائر. بروفيسور إلياس رحال، من بين المحاور أيضا المهمة التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة هي التخصصات الطبية. هيئة التخصصات الطبية هي هيئة يعني لتهتم بتكوين الأطباء، أطباء الأخصائيين في عدة اختصاصات. هذه الهيئة لها عدة عقود. الآن الجزائر مهتمة بهذه الهيئة أنها تشارك بأساتذتها وتلاميذها الأطباء الأخصائيين لتلقي دورات تكوينية، اللي أنت تعلم وأنك كطبيب تعلم أنه في ميدان الطب راه التكوين راه يكون متواصل في ميدان التعليم المتواصل. الآن نظن الجزائر مهتمة ووزارة الصحة مهتمة بهذه الهيئة. هذه الهيئة إن شاء الله راح يكون فيه دورات تكوينية، اختيار يعني الأساتذة، ومؤخرا هذه منذ عدة أسابيع إن شاء الله حتى في أمراض النساء وأمراض التوليد، حتى مهنتي التمريض والقبالة اللي تكلم عليهم وزير الصحة في الكلمة تاعهم. لا هذه ماشي في هيئة التخصصات، مهنتي التمريض والقبالة كجائزة طبيب تانيك، جائزة الطبيب العربي. هناك اهتمام كبير في جامعة الدول العربية في اللجنة الصحة بالتمريض والقبالة، حتى تم اعتماد قانون استرشادي في هاتين المهنتين. القانون الاسترشادي هو كان عدة جوائز منذ عدة سنوات، الآن إن شاء الله تم اعتماده، اعتماد القانون الاسترشادي لمهنة القبالة والتمريض، وهذا شيء مهم، شيء مهم. حتى وزارة الصحة احنا الآن رانا نشتغلوا في لا نومنكلاتور دي زاكت إن شاء الله تاع القبالة وتاع عدة تخصصات أخرى. بروفيسور لي صرحال، هذا جميل جدا، هذا ما شفناه وتم اعتماده والتوافق عليه، وأنا شفت كل وفود كانت منبسطة وكانت راضية وكانت جد سعيدة. لكن فعليا في الميدان، أنت كجراح مهنة تاعك قبل كل شيء، راك جراح تشيزانوم دو تيرا، هذا كيف يمكن لنا أن نستفيد من التجارب؟ وزير الصحة تكلم على الاستفادة من تجارب البلدان العربية الأخرى، لأن احنا نعرفوا غير فرنسا البلدان الأوروبية. كيف يمكن لنا أن نستفيد وكيف لهم أن يستفيدون من خبراتي؟ في ظرف 24 ساعة، أنا موش عندي العدد في راسي، في ظرف 24 ساعة سي الحاج صححني، نظن سيد وزير الصحة شاف 6 أو 7 وزارة في ظرف 24 ساعة. أنت طاتت يعني؟ إيه، أنا أتكلم عن لقاءات ثنائية. لقاءات ثنائية. ألور فلسطين، السودان، السعودية، المملكة العربية السعودية، مصر. مصر 6 أو 7 وزارة. أنا
نظن أنه في كل مرة سيد وزير الصحة يأكد على في اللقاءات الثنائية على الذهاب بعيد، أولا في الثنائي أنه حتى في التكتل لازم يكون تكتل، حتى يعني كان دول كما تونس، الجزائر وتونس ما نظنش باللي ما في حتى إشكال يعني في التعاون في المجال الصحي، ما فيه حتى إشكال، وكانت من أول لقاءات سيد وزير الصحة. هذه اللقاءات الثنائية إن شاء الله تتمن بمذكرات إن شاء الله بعد رمضان، راح تكون فعليا إن شاء الله في اللقاءات الثنائية هذو راح تكون المذكرات التفاهم و لي كونفنسيون يعني الاتفاقيات. نعطيك مثال بروفيسور ياسر حال، هلا معليش نعطيك مثال فقط وكمل الفكره تاعك. ربما احنا متفوقين في عده ميادين قلناها في طلعوا من الحصاء، وخير دليل انه فرنسا تدينا في الاطباء تاعنا في كل سنه لانه متفوقين في الريانيماسيون في لا شيرورجي في لا جينيكولوجي لا راديولوجي اكسيتيرا. كيف لنا لامراض احنا عندنا ربما نقص في معالجتها في الجزائر ان نستفيد من الخبره المصريه او الخبره الاردنيه او الخبره السعوديه؟ هل يمكن لنا ان نرسل مريض من الجزائر لمعالجته في مصر؟ مثال على شوف، اولا على النطاق الوزاري هو يكون لازم يكون تكون مذكره تفاهم، ومن بعد على اللجان الفنيه اللجان التقنيه انها تشتغل على على محاور اللي يكون فيهم سبل التعاون، وين يمكن إدراج عدة قال يعني في الجزائر يكون يعني اختصاص يكون يعني قوي، نتكلم على زراعة الكلى، ضمن زراعة الكلى الجزائر لحقت المستوى، رانا في منحنى، كنا في منحنى تصاعدي، الآن رانا في يعني دون يعني كيما نقولوا باللغه الفرنسيه يعني ماتوريتي دو لا بريزون شارج دو لا غريف رينال دو نوت بي، حتى وان الارقام مازال ان شاء الله بعده مراكز في زراعه الكلى، نتكلم على باتنا، نتكلم على العاصمه، نتكلم على وهران على سبيل المثال، نتكلم على البليده، عندنا يعني خبره. هذا في هذه الاتفاقيات يمكن ان الجزائر ان تعطي التجربه تاعها من ناحية زراعة الكلى بفرقها الطبية المتعددة التخصصات، الإنعاش، الجراحة، التمريض، الشبه الطبي مهم في هذا المختص في أمراض الكلى. احنا الفرق متكونة، هذا الجزائر نظن تقدر تستورد التجربة تاعها في زراعة الكلى وسي الحاج يعني تصدر يعني عفوا تصدر هذه التجربة تاعها، وان شاء الله كان من المفروض وان شاء الله نقدروا وزارة الصحة تعمل المؤتمر العربي لزراعة الأعضاء، كاين يعني ان شاء الله في بالك سنة 2023 ان شاء الله، لان كان فيه اجماع يعني الدول العربية لاجراء وزارة الصحة تنظم ندوة عربية لزراعة الأعضاء من كافة المجالات حتى القانونية وحتى الدينية ان شاء الله بعدة قطاعات. احنا نقدروا يعني نصدروا التجربه من ناحيه زراعه الكلى، ونقدروا نستوردوا اشياء يعني نظن المملكه العربيه السعوديه من ناحيه القوانين في زراعه الاعضاء راهي في متقدمه، وحنا تهمنا هذه التجربه من ناحيه القوانين، تهم وزاره الصحه قوانين المملكه العربيه السعوديه من ناحيه اخذ الاعضاء من الميت ان شاء الله من الجثه من المتوفي سور كادافر اي فوالا لي بريليفمون سور كادافر سي اون اكسبيريونس يعني التجربه السعوديه ان شاء الله نقدروا يعني فيه هذا هو تبادل الخبرات بين 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 الدول العربيه شيء مهم في عده مجالات في الصحة. شكرا بروفيسور ليسر حال، وصلنا لنهايه الحصه. بروفيسور محمد الحاج تكلم ايضا وزير الصحه على القانون، اعتماد القانون الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن اللي في اغلب الاحيان ننساوهم، نقولها بكل صراحه منسيين ليس الا في الجزائر لكن في كل الوطن العربي. أنا رأيي مختلف بالنسبة لكبار السن، لأن كبار السن مهما كان التخصص
كيكون في القلب أو في الرئة أو في قصره، كبار السن هم اللي راهم أوكيب لو ماكسيموم دو لي. لكن بروفيسور محمد الحاج، ما عندناش اختصاص دو جيرياتري في الجزائر، اختصاص هذا لماذا كلية الطب ما تدخلش هذا الاختصاص؟ موجود في بلدان متقدمة. إيه لكن باش بالنسبة للعدد نتاعهم كبير فيعملوا كيما لابيدياتري عندها المستشفيات، والعدد بالنسبة للأمراض التخصصات الأخرى كان القيام بهم موجود في الأخ. كان تدقيق في التخصصات باش نروحوا أبعد، لكن ما نقدروش نقولوا مهمشة أو غير متكفل بها. هذا في لا متكفل بها، ما قلتش غير متكفل بها، قلت ننساو التكلم على هذا الاختصاص. أنا في رأيي نبني مستشفى اللي يتكفل بكميل جميع المرضى كالكو سوا لاج، كو ندير مستشفى غير جرياتري، وحنا في حاجه المستشفيات لكل الاختصاصات ويكون فيها سيرفيس دو جرياتري تخصص راح ينقص شويه، لان من بعد تكون مشاكل عنده مشكل في القلب في مريض تخصص القلب لا روح للجرياتري، نتاع القصر روح راح يكون مشاكل ثاني في هذا النوع. كي نوصلوا لعدم التغطيه جيده في كل التخصصات لهنا اللي نقدر نروحوا للتخصص هذا. لا تسمح لي في 30 ثانيه وصلنا لك الحصه بروفيسور ياسر. علاش الهدف من التجارب العربيه؟ احنا حبينا نستوردوا افكار اللي خارجه على احنا مع العلم، العلم من الناحيه العلميه، ولكن العلم في البيئه تاعو هذا شيء مهم. والدول العربيه نستفادوا يعني في هذا التكتل تاع الدول العربيه، انت تتكلم على امراض الشيخوخه في كل مصلحه هذا شيء ايجابي، نتكلم على امراض الشيخوخه باسكو الجزائر عندها قفزة نوعية من 52 سنة ل 77 سنة في الاسبيرونس دو في. الآن احنا عندنا فئة اللي راهي تعيش أكثر وتكون عندها أمراض. لحد الآن كل المستشفيات الجزائرية على يعني بدون استثناء تتكفل بالفئات العمرية الكبيرة اللي فايقة 65 سنة 70 سنة 80 سنة حتى ل 90 سنة. دونك الإشكال هذا تاع الاختصاص يمكن يدرس في لجنة بين وزارة التعليم العالي، قطاع التعليم العالي وقطاع الصحة، يدرس ويكون المخرجات تاعو واش لازم يكون، ان شاء الله يطبق. نخرج لك الموضوع في 30 ثانيه اليسرحه، لانه 30 ثانيه انا نطلب منك 30 ثانيه نخرجوا على الموضوع، لانه الكثير من الاخوان والاخوات المشاهدين يكلموني على هذا المشكل تاع الراديوثيرابي. متى ستقلص اجل المواعيد؟ اجل المواعيد راح تقلص باذن الله بانجاز مشروع بني مسوس. انت تكلمني على ولايه العاصمه، ولايه الكبرى، ولايه الكبرى حتى ولايه البليده، ولايه في عده حصص هي اشكال كثافه سكانيه. ان شاء الله انجاز مشروع تاع بني مسوس، انجاز مشروع تاع رويبه، انجاز مشروع تاع مكافحه سرطان بالجلفه، انجاز مشروع تاع مكافحه سرطان ببجان. متى ستنجز هذه المشاريع؟ راهم في قيد الانجاز، يعني قبل نهايه السنه ان شاء الله باذن الله. مشروع تاع الجلفه ان شاء الله، مشروع تاع الغواط يعني خص لاكيزيسيون تاع لي دوز اكسيليراتور، مشروع الاغواط، مشروع الجلفه، مشروع مديه، مشروع بجايه، مشروع شلف، هادو كلهم مشاريع بالاضافه الى مصلحه الاشعاع في مستشفى بني مسوس، مصلحه الاشعاع في مستشفى رويبه، واصلاح المسرعات اللي راهم في ولايه ديك في الواد ولايه سطيف. يعني راي بروفيسور رحب قبل نهايه السنه ان شاء الله سيكون تغيير. السيد وزير الصحه صرح تصليح عده مسرعات في ولايه الجنوب. الاشكال الان انه الذهاب من ولايه الشمال الى ولايه الجنوب راه تسبب اشكال، كاين بعض اون ريزيستانس، كاين بعض المرضى اللي يقول لك انا ما نروحش للولايه. اغلب المرضى يقول لك ما نروحش، اغلب المرضى. يعني هل من معقول انه مريض، احنا ما عندناش فرق بين الجنوب والشمال، وحنا رانا لكن سي ديفيسيل دو ترونسبورتي مالاد كونسيرو من ولايه لولايه بروفيسور. وعلاش المريض من الجنوب يطلع لولايه الشمال؟ كلمني.
علاش من المريض تاع ولايه الجنوب علاش ما يرفضش يطلع للشمال؟ علاش ما يرفضش؟ هنا وطن تاعنا واحد، اضرار تاع الجزائر، بشار تاع الجزائر، الواد تاع الجزائر. الان في هذه المسرعات لازم نستعملوهم، وان شاء الله الانجازات تاع المشاريع الاخرى. تكلمت لك على جلفة، تكلمت لك على الاغواط، ان شاء الله اغواط كامل. المهم حسب تقديركم قبل نهايه السنه ان شاء الله سيكون نظن بدايه سنه 2024 ان شاء الله. وكاين مستشفيات اخرى اللي راح يكون فيها مسرعات، ما نشرح نخليها للسيد وزير الصحه اللي باش يتكلم عليها ان شاء الله نظن في 2024. باسكو المشكل احنا نعلمه في وزاره الصحه انه مشكل السرطان في الجزائر ما هو مشكل جراحه، ما هو مشكل 77 مركز 77 مصلحه للامر للعلاج الكيميائي، هو مشكل مسرع، راديوثيرابي، مشكل مسرع، مسرع. ونتمنى ان هذا المشكل يتحل في اقرب وقت. ونشكركم على المجهودات اللي كنت تقوموا بها بروفيسور ياسر حال. نشكر ايضا بروفيسور محمد الحاج مستشار وزير الصحه واللي كان قام بعمل كبير في هذه الدوره. نشكر كل القائمين على هذا الندوه اللي نجحت بامتياز وبكل المعايير وشرفوا الجزائر. حتى انا الدوره هذه بدون مجامله انتهت قبل وقتها، كان المفروض تنتهي على الساعة الخامسة، انتهت على الساعة 12 زوالا، وما شفنا حتى مناوشات عكس الدورات اللي فاتت اللي شفناها في الدورات السابقة العربية وين كل مرة مناوشات ما بين وزارة الصحة ومشاكل، ما شفنا حتى مشكل. حتى الدول المعروفة بتشويش ما دارت حتى مشكل، الحمد لله. هذا تنظيم محكم لكل، نشكر كل إطارات وزارة الصحة بدون استثناء، حتى وزارة الخارجية والقطاعات الأخرى اللي ساهمت وشكرت. نذكر المفتش العام عبد الرحيم يعلى، محمد طالحي الأمين العام، كل إطارات اللي ما قدرش نسميهم كاع شرفتونا والحمد لله. بروفيسور ياسر حال شكرا على تقبل الدعوة. بروفيسور محمد الحاج زيد، فقط العمل اللي قامت به وزارة الصحة كان بالسوتيان تاع وزارة الخارجية، خصوصا سفارة الجزائر في مصر، مندوبية جامعة الدول العربية. تحية خالصة لسفارة الجزائر بمصر وكل عمالها من السفير حتى أبسط عامل. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد مقبل من برنامج أديان. مع السلامة.